مشاهدين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا. كنتواجدوا اليوم من كواليس سيت كوم زنقة السعادة، وبجانب ديالي حسناء مومني. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا. وعليكم السلام، شكرا. عاودي لنا على الدور ديالك في سيت كوم ديال زنقة السعادة. أنا الدور ديالي في زنقة السعادة هو فرح، اللي هي واحد الخدارة كيف ما كتشوفوا، هذا هو المحل ديالها. دونك هذا الدور اللي عجبني بزاف، وإن شاء الله كنتمنى يعجب الناس. نبداو نشوفوك أكثر في السيت كوم، باسكو شفناك في الدراما وأبدعتي صراحة. صراحة هذه زعما التجربة الثانية ديالي في سيت كوم، بعد سيت كوم كوبيراتيف جات زنقة السعادة، وكنتمنى إن شاء الله غير نكون متنوعة. هذا الشيء زعما هذا الشيء اللي كنخدم عليه، أنا كنحاول أنني نكون يعني متنوعة، كنجمع زعما ما بين الدراما والكوميديا، ولهذا يحشمنا يا رب. في كاين تمر أكثر، سيت كوم ولا دراما؟ بجوج، أي عمل فني فيه تمر وفيه مجهود وفيه كيف ما كتشوفوا الناس. دابا اللي كنبغي نقول لهم بان سي فري كو الاعمال الفنيه كيبانوا فيهم غير الممثلين، ولكن راه كاين ديغيغ واحد الطاقم تقني كبير، كاين مخرج، كاين يعني كاين بزاف الناس اللي خدامين، كاين واحد 50 ديال الناس اللي كيخدموا وما كيشوفوهمش ناس اخرين. دونك كنوجه لهم تحيه وكنوجه لهم الشكر. كنبغي ناكد على الكلام ديالك، اليوم حضرنا اون سيكونس كتصوروها صراحه صعيب بزاف، كنشوفوها حنايا واحد دقيقه ولا جوج في لا تيليفزيون، كنضحكوا كتجينا زويونه، ولكن صعيب باش تصور. ربما سا بو بروندر واحد اون اور ولا اون اور مي ولا سا ديبون على حسب. كنتذكر لك، انا شخصيا كنتذكر لك في الدور ديالك الدنيا دوارة ابدعتي. شنو ممكن تقولي لي على هذاك المسلسل؟ شكرا لهلا يخطيك. صراحه الدنيا دوارة عمل فني رائع متميز، اللي كانوا فيه واحد المجموعه من المبدعين كيف ما قلت لك، كان جامع ما بين يعني طاقم تقني وفني كبيرين جدا، اللي عندهم يعني اسمائهم في الساحه الفنيه، وكان لي شرف انني كنت وسطهم. وهذاك شخصيه بدريه حتى هي شخصيه اللي اثرت فيا بزاف، ولعبت نقول لك اثرت فيا انا لدرجه انني تيقتك، وكنت كنقول هذه هي بدريه تيما. وي لا يخطيك. دونك خدمت عليها واثرت فيا بحال اللي قلت لك، واثرت في الناس وصلاتهم. دونك من بين الادوار اللي عندي عزيزه هو بدريه. شي كلمه للجمهور بمناسبه شهر رمضان وسيتكم ديال زنقة السعادة، نقول ان شاء الله. دونك كنقول للجمهور المغربي ان شاء الله يتابع سيتكم زنقة السعادة على القناه الثانيه، ويتقبلنا، وان شاء الله يا ربي نكونوا خفافين على قلوبكم، ولهلا يحشمنا معكم، ورمضان مبارك سعيد. شكرا حسناء مومني، تبارك الله عليك. شكرا لكم مشاهدينا، حنا مازال متواجدين في الكواليس ديال زنقة السعادة. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.